وليس كيوم الطف يوما فإنه أسال من العين الدموع عندما فنهفي لآل الله بعد حماتها وقد أصبحت بين المضلين مغنما شيعة حواسر من بعد التخدر لا ترى في هذه الليلة بنات الرسالة أحرقوا عليهن الخيمة وزيد بن احتار بالأطفال يمينا شمالا حواسر من بعد التخدر لا ترى لها ساترا إلا ذراعا ومعصما وزينب تدعو والشجاع يستفزها أخاها دمع العين ينهل عندما شدق الله أخي يا حما عزي إذا الدهر سامني ولم يبقي لي الدهر من حما متى قالت هاي الكلمة زينب عصر يوم العاشر عندما توجهت لجسد الحسين رأته جسد بلا رأس اتقل لأخي لقد كان دهري فيك بالأمس مشرقا فها هو أمس اليوم بعدك مظلما أشارت بيدها إلى ابن سعد قالت له أما فيكم مسلم يواري هذه الجثث الطواهي قال لهم أجيبوها قالوا بماذا قال لهم أصعدوا 10 خيول على جسد الحسين نعلوها بنعل من حديد بعد شنو فعلوا الحسين مكبوب على صدره أكب الإمام على ظهره جعل التراب على صدر الحسين أحمل الخيل وإذا بها تجري على صدر الحسين يا فاق صاويبك يا رطو والله جلت حرزي وتحت الخيل الخيل داسو اتقل لي يا ميتين ما تبعطش وشاط مال والله ما الآن لعبت عليه الخيل زينب هنا وجهت بوجهها إلى المدينة اتخاطب من زينب صاحت تعالي
ابو حسن يمه تعالي تعالي يمه شوفي شوفي كربلا ايش سوت بحالي تقلها يمه جسم اخويا يردون اقبالي واذا بالريح يجر الصوت الى مسامع زينب انا يميك يا بنتي مو بعيده والله مو والله شفت حسين الحسه وريده هي والله شفت حسين من حزه يا من حزه وريده قلها يا زينب انا ودور خلص ريدة خلص ريدة قطعة قلب اللي استخرجوها بالحديدة يا زينب لنوبا ودور كف عضيدة يا زينب يا زينب ونتي عليكم شديدة عظم الله أجوركم عندما جمنا الليل على زينب وإذا باللعين نادى احرقوا بيوت الظالمين فقط حرقوا الخيمة يا شيعي لا والله اسمع هاي الرواية يتيمة الحسين فرت من الخيمة وإذا باللعين توجه خلفها هل ضربها يا شيعة لا والله بل أنه توجه لها نظر إلى أذنها رأى قرطها فجر أذنها خرت مخشى عليها ما إن أفاقت إلا ويدحنون تمسح عليها رفعت رأسها وإذا بها زينب ما قالت إلى عمتها زينب عم زينب ضربني عم زينب سلبني لا والله قالت لها وعقالت لها عم زينب لقد سلب خماري رجعت زينب إلى الخيمة أخر أحرقوا عليها الخيمة دخل زجر اللعين إلى الخيمة زجر اللعين عندما التقى بالحجاج قال له يا زجر ماذا فعلت قال له لقد سلبت خمار زينب قال له ويحيك هذه ابنة علي وكيف سلبت الخمار قال له توجهت إليها جررت الخمار منعتني فرفعت الصوت ظليت ألمها على يديها وعلى رأسها أيوة سيدتها وظل خاطب زينب شي قلها والله أقبل إليها زجر يزجرها بكلامه ويصيح لازم أسلم بإيد اليتامى ومن كربلا ما تطلع اليوم بسلامه إلا يركبونك بالضرب فوق المطية والله صعد خاف الله ولا تروح يتاماي أطفال من عظم المصيبة فاق دراي ومن يوم سابع يا زجر ما شرباي
البرية. تسمع ايش قال لي زينب، هاي الكلمة عزيزة على قلبك يا شيعي. صيح ما ينفع صياحك على ذبحة اخوتك، صوتك سمعته وكان ما ينسمع صوتك. بضرب ضربة ايتامك حتى تتمنين موتك، للكوفة لازم ناخذك يا الخارجية. لا تقولي انت مخدرة خدر اشترارة، لازم تعبط الراس راس حسين برما. صيوان خدرج طاح لما الكافلك طاح، عطشان ورويناه من كاس الملك. عظم الله أجوركم، هجموا على الخيمة. يقول حميد بن مسلم رأيت النار في الخيمة، وامرأة تارة تدخل إلى الخيمة وتارة تخرج. يقول قلت وعجبا، عندها شيء ثمين في الخيمة؟ يقول التفت إليها قلت لها أمت الله النار النار. التفتت له قالت له إن لنا عليل بالخيمة. التفتت إلى الإمام زين العابدين إذ قل يا بقية الله ما الذي كتبه الله علينا أتحرقنا النار؟ قال عم فرن على وجوهكن في البيداء، تفارر لبنات الرسالة واللعين يبعث عن خيال زينب. الصيح من الخيم زيادة بطلعوها. والله طلعوها وحرقوها قلب غبرة سخوها. والله لا بكت بالصوت ضربوها، وسبوا الزكية وشتموا ابوها. مو قلنا سلمة وخمار زينب؟ شلون خرجت زينب؟ خرجت زينب واضع يديها على وجهها، والله طولي الجال ما ينشاف شافوا شافوا. والله صوت الجال ما ينسمع سمعوا. تقل اخويا وخدر الجال ما ينهتك ادكم، يسبوني والله يسبوني وابويا الفحل شدمه. اللعين عمر بن سعد عندما رأى زينب خارجة أمر القوم أن ينفرجوا لها صماخين، يريد يشوف ماذا تفعل زينب. يشيرون على زينب يقولوا هاي زينب هاي المدللة. زينب راحت إلى جسد الحسين تقول أجيتك يا خويا فاج دراك. فاجدر راي ومن الرعب تتراجع فعضا، خويا وعلي اعداك توماي يقولون هاي اخت الذبيح ما شرب ماي. زينب عند الحسين تبث له الشكاوي، زينب تبث له الشكاوي ماذا جرى عليها كيف أحرق الخيمة. تقل سمعت بباب خدر صوت مصاب، والله مصاب كان
الشمير ناوي الخيم تيقوم اتقل لتعالي بعجل لي بساع يا موت قبل لا تجبت العدوان بي. بعد هذا البيت الى الغيارة شو تقل للحسين؟ تقل لخويا ارتعد جسمي يا خويا يوم شفته ترى زينب شمر اللعين والله يوم شفته راح احكي لك من سمعته اقل هم من جيت كفالك ذبحته امر صار يا زينب بدي تقل ربطنا الذي الخو يردان بردا وصياط الشمور ربتوني ليش تقل خو يربطنا الذي الخو يردان بردا زينب جمعت الأطفال والبنيات حميد بن مسلم يقول رأيت طفله والنار قد أخذت ثيابها يقول أرولت خلفها أمسكت بيدها أطفأت النار يقول رفعت رأسها وضعت يدها عند وجهها وهي تنادي يا شيخ أنت لنا أم علينا لا لكم ولا عليكم أنا كي حاجة أقضيها تعرف إيش قالت هاي اليتيمة قالت له يا شيخ أما تقرأ القرآن فأما اليتيمة فلا تقهر أنا يتيمة الحسين أيوة حسينة أيوة سيدة تريدين قالت له خذ بيدي الى الغريب اني رايح الغياث المستغيثين علي علي يا علي يا علي قال لها اينك واين الغريب قالت اذا خذ بيدي الى شط العلقمي توجه بها الى شط العلقمي اوصلها عند شط العلقمي توجهت الى الماء اليتيم انظر بعين قلبك واذا بها تحرك الماء بيديها كاني بها تكتب يا حسين شلون اشرب ان اشرب لذيذ الماء حاشا والله حاشا أخوتي قضى وكلهم عطى أبوي التروب أمس إبراجة تقل لأني رايح العباس جعدة وركب جفوف فوق زلدة وقل الحرم صارت بجدة يا عم قالت له خذ بيدي إلى توجه بي إلى جسد والدي الحسين أخذ بيدها إلى المعركة تعرف أجساد بلا رؤوس أوقفها في وسط المعركة وإذا بها ترى نور إلى علال السماء توجهت إلى جسد أبيها انحنت عليه عادة تقبل الحسين انحنت عليه وشمته في نحره
ويا معاني العزيزة اللي دللتني اللي دللتني يا ابويا يا ابوي عرفت بانه الامام الحسين اتقل لابويا صرنا من عقب عينك يتامى يتامى ما أنا والله أثارين أبو يا ناس يفي على عياله حريم حطي مصير من الزغري